وصلنا لمساحتنا الفنية. أكيد سلمى، هلا وصلنا لمساحتنا الفنية، فضيفنا لليوم هو فنان شاب حجز لنفسه مساحة خاصة بهدوء واتزان، أدوار كتير أداها تحت إدارة مخرجين كبار ساهموا بصياغة بصمته الفنية. مين ضيفنا لليوم؟ خلينا نتعرف أكثر بالتقرير التالي. فنان سوري شاب وموهوب من مواليد 8/4/1988، إله مشوار فني قصير بس خطواته تركت بصمة مميزة. فبعد تخرجه من مدرسة الفن المسرحي عام 2011 انطلق بالدراما السورية، فشارك بعدة مسلسلات منها تحت سماء الوطن، في حضرة الغياب، حدث في دمشق، خان الدراويش، كلمات متقاطعة وأصوات خافتة، وأبو خليل القباني، القربان، امرأة من رماد، والطواريد. لك هدوء، والله لعيتولي قلبي. وبعالم السينما كانت مشاركاته مع مخرجين كبار. اخبار الشان ما بتطمن ابدا. فمن مريم، الفيلم الحائز على جوائز كثيره للمخرج باسل الخطيب، وصولا الى رد القضاء مع المبدع نجدة انزور. بين الفن والحياه، رح نتعرف اكثر على الفنان سالم بولس ضيف صباحنا غير. سالم بولس، اهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. رمضان كريم وصباح الخير، وانا مبسوط اني معكم. يسعد صباحك عن جديد، اهلا وسهلا فيك. يعني سالم، اليوم بال2017 مسلسلات كثير وعروض كثير، لكن المعروف عنك انه رغم انك من الممثلين الشباب لكن في انتقائيه كثير كبيره للادوار، قد ايه بتشوف هذا الشيء ممكن يكون مجازفه او لا؟ نحن من بدايه طريقنا نعرف شو نمثل وين نكون. مجازفه اكيد هو مجازفه، لانه يمكن الممثل لازم شوي يشتغل على الانتشار أكثر من النوع تبع الدور، بس للأسف أنا ما عم بقدر أعملها لهي المعادلة، ما بعرف ليش. بحب دائماً إنه الدور يكون هو المؤثر أكثر من نوع، يعني أكثر من الانتشار الموجود، فهي مجازفة أكيد. يعني سالم، هذا الشيء بياخذنا لنرجع ونحكي شوي يمكن عن احد اعمالك اللي هو الطواريد. الطواريد يمكن معروف انه انت اعتذرت عن عملين مقابل الطواريد. تمام. ليه؟ هلا الطواريد بالذات كنت انا حابب شارك فيه، لانه يمكن هو انتشاره ك يعني عرضه على قنوات عربيه كنت انا حابب يكون بهذا الشيء الموجود. مساحه الدور كانت حلوه وكان دور مؤثر بالمسلسل، يعني لكثير معايير. شخصية كانت مختلفة شوي عن سالم بالمسلسلات الدرامية الثانية. كان أول مرة بشتغل عمل كوميدي. يمكن أنا معروف شوي إني ما اشتغلت كوميدي قبل، فطواريد كان عنده هاي القصص الحلوة، يعني دور مؤثر، أول دور كوميدي لإلي، انتشار عربي كان حلو بالنسبة لإلي، فمشان هيك يعني اخترت الطواريد بالذات. السنة كنا ناطرين عمل لك سالم أوركيديا، لكن ما تمت المشاركة أو ما بعرف شو اللي تغير، فخبرنا أكثر عن التفاصيل. التفاصيل كان عندي مسلسل اسمه أوركيديا، هو إخراج الأستاذ الكبير حاتم علي. كان من المفترض أني أنا أكون موجود بشخصية اسمها واثق. صار تعديلات على النص، طبعا الكل بيعرف هذا الشيء، فنتيجة هاي التعديلات انحذف كتير أدوار. منهم الدور اللي أنا كنت مشارك فيه، فانحذف الدور. ببساطة ما شاركت بالمسلسل، بس للأسف طبعاً كتير كنت حابب أكون موجود فيه، بس نتيجة وقت يعني قريت النص قد ايه شفته يمكن مميز أو بيناسب شخصيتك، ويمكن شو كان الدور بالتحديد؟ هلأ ما بدي كتير أحكي بتفاصيل الدور، هو كان مؤثر كتير الدور موجود، كان عندي مساحة كتير حلوة فيه. بس قلت لك نتيجة التعديلات اللي صارت انحذف، يعني مثله مثل يعني خط انحذف نتيجة التعديلات، فدوري كان من الأدوار المحذوفة وللأسف هذا اللي صار. يعني سالم، بما أنه حكينا قبل شوي يمكن عن الطواريد، قبل ما ننتقل لنحكي عن أعمال تانية هروح مع مشاهدينا ونشوف مشاهد من الطواريد ونرجع. سالم، كمان منضل بال2017، اليوم حضرتك كفنان وكمتابع بنفس الوقت شاركت مع الفنانة شكران مرتجبي هاشتاج،
انه مع الدراما السوريه، فانت كيف بتشوف انه ممكن تكون مع الدراما السوريه سواء سالم او اي فنان سوري اليوم؟ رح اوضح شغله، انا لما بقول انا مع الدراما السوريه يعني انا مع الممثل السوري انه هو يشارك باعمال سوريه حتى لو هو عم بيشارك باعمال عربيه. لما انا بقول انا مع الدراما السوريه يعني انا بقول انه انا مع الانتاج السوري، مع قنواتنا انه هي تعرض اعمال سوريه اكثر. هلا في عالم بتقلك انه يعني انت مع العمل الفلاني وانت ضد العمل الفلاني، هي مو هيك يعني، هي القصه كثير واضحه، انا مع الدراما السوريه وبس. وطبعا بوجه لها تحيه للفنانه شكرا مرتجى على هذا الهاشتاج وبس، يعني هي النقطه اللي نحن حبينا نحكي فيها، نحن مع الدراما السوريه قولا واحدا. أكيد يعني نحن كلنا مع الدراما السورية ومع صناع الدراما السورية أكيد. برغم الظروف الصعبة سواء كانت الحرب اللي عم تتعرض لها الدراما، أكيد اقتصاديا وفنيا ما بنقدر ننكر هذا الشيء لأنه هي ما زالت بصمتها موجودة اليوم طبعا. سالم كيف بتشوف الدراما السورية مع الشباب السوري؟ هل قدر يأخذ حقه الشباب السوري الموهوب الفني ولا لا؟ هلأ قدر يأخذ حقه أكيد، في كتير شباب قدرت تأخذ حقه، وإذا بدك أنا بحس في شباب أخذت أكثر من حقها. هلأ في شباب اشتغلت أكيد بتستاهل إنه تشتغل أكثر لأنه أنا بعرف إنه بيطلع معهم أكثر، وفي شباب لا، هي أخذت فرص كثيرة، أخذت أدوار كثير حلوة وما قدرت تعمل أكثر من هذا الشيء الموجود، وهي أبداً مو مظلومة بهذا الموضوع. بالنهاية كليات إثبات وجود مثل ما بنقول دائماً. كيف؟ إثبات وجود مثل ما بنقول. اي طبعا في فرص، لكن الشاطر او بنقول المميز اللي ممكن يكمل ويثبت نفسه وياخذ جماهيريه ويشارك ايضا بأعمال، الشاطر هو اللي بيقدر ياخذ فرصه ويعرف يستغلها منيح تماما، يعني مو يقول بس يلا انا اخذت هاي الفرصه وشوفوني بكره شو راح اعمل، انه لا، انت اذا ما اشتغلت واجتهدت على هذا الدور ما رح تقدر تقدم شيء لبعدين، يعني اصلا العالم بينسوك. اكيد سالم، بدنا بعد شوي عن التلفزيون نروح على السينما اللي خلال فتره قصيره يعني فيلمين من اهم الافلام مريم ورد القضاء، واليوم كثير من الشباب يمكن بيحلموا بالسينما، قد ايه هذا العالم واسع وكبير وبيعطيها النجوميه والشهره يمكن بوقت قصير، فحكي لنا عن تجربتك في هذا المجال. تجربتي بالسينما حلوه كثير، يمكن كان أول مرة بشتغل بفيلم مريم، وبعدين اشتغلت بفيلم رد القضاء مع الأساتذة الكبار طبعاً، كمان بوجه لهم تحية، الأستاذ باسل الخطيب والأستاذ نجدة أنزور. العمل ما كتير بيختلف، يعني إنك يعني أنا بستغرب لما بيقولوا مثلاً إنه هاد ممثل مسرحي أو هاد ممثل تلفزيوني أو هاد ممثل سينمائي، ما في هيك شيء أبداً. الممثل هو ممثل، إذا كان جيد فهو رح يستغل أدواته ويقدمها بطريقة حلوة وين ما اشتغل. بتختلف يمكن شوي بس الآلية. السينما الفرق الوحيد بين أو بين التلفزيون إنه يمكن بتدخل بالذاكرة أكثر. بس مثلاً الأستاذ أيمن زيدان هو أستاذ كبير طبعاً وكمان موجه له تحية، اشتغل مسرح واشتغل سينما واشتغل تلفزيون، فما فيك أنت تقولي إنه الأستاذ أيمن هو بس ممثل مسرحي أو بس ممثل سينمائي، يعني هو فنان كبير واسمه كبير وقدم كتير اشياء حلوه للفن السوري بشكل عام، ان كان بالمسرح او بالتلفزيون او بالسينما. سالم، بما انه حكينا عن رد القضاء، خلينا نروح نشوف مشاهد من مشاركتك بفيلم رد القضاء للفنان الكبير نجدة أنزور ونرجع. يعني سالم، اذا بدنا نحكي عن النقد الذاتي، مثل ما شفنا افلام ومسلسلات وعده اعمال لإلك، فلما بتطلع اليوم مثل ما كنت هلا قاعد ومشدود كانه يمكن عم ترجع تتذكر يمكن تفاصيل او شغلات مريت فيها، فوين بتحس حالك فعلا نجحت وتميزت، وين بتحس حالك يمكن اخطات ولازم بغير عمل تتفادى هذا الخطا؟ هلا اني اخطات كثير ما بظن، اني يعني ما بظن عملت شيء اخطات فيه، بس اكيد بتمنى بكثير ادوار يمكن عملتها، يعني لما بشوف حالي بقول انا ليه ما عملت مثلا هيك، كان ممكن يطلع احلى او احسن. بالنقد الذاتي يعني ما بعرف اذا بقدر انقد حالي، بحس لسه بكير على هذا الشيء، يعني انا لسه ما اخذت هاي الادوار والمساحات الكبيره كثير لحتى اوصل لمرحله اني انقد حالي. يعني أنا شاب عندي حلم محققه، لسه عمري 28 سنة، فإن شاء الله حقق الشيء اللي أنا
بحلم فيه. اكيد نتمنى لك اكيد سالم تحقق ادوار كثير مهمه وتكون انت راضي عنا، ودائما يكون عندك نقد ذاتي لكل الادوار اللي انت مريت فيها، تقدر تطلع عليها انه انا نجحت هون، لا بالدور الثاني انا ممكن اكون احسن من هيك، فدائما احنا نتمنى لك التوفيق. تسلم يا رب. اكيد سالم، قبل ما نختم خلينا نحكي شوي عن سالم بعيدا عن الدراما، سالم بالحياه شو شيء جديد هيك حابب يمكن تعمله، او تجربه جديده حابب تخوضها، او حتى يمكن عين مخرج بتحب انك انت تشتغل معه؟ هلا بالحياه بالحياه وبالدراما بتمنى شارك باعمال هي نفس الاعمال اللي انا كنت احلم شارك بمستواها لما كنت صغير وتابعها. يعني مثلا مثل اخوة التراب، مثل ايام الغضب، مثل مسلسل ايامنا الحلوة انا بحبه كتير. بحلم اني اشتغل بهدول، يعني بحلم اني اشتغل باعمال كانت بتشبه هدول الاعمال لانه لهم ذاكرة حلوة عندي وعند كتير عالم. يعني بحلم كتير كمان اشتغل مع مخرجين، يعني الاستاذ نجدات، يعني مع حفظ الألقاب الكل، استاذ نجدات، استاذ باسل، بحب عيد تجربة معهم، استاذ حاتم علي، استاذ احمد ابراهيم احمد، مصنى الصبح، تامر اسحاق، مع حفظ الألقاب الكل، يعني كلهم بحب اني شارك معهم لانه بالنسبة لي كل حدا ممكن انا استفاد منه بشيء بتجربتي معه. أكيد. نعم نتشكر كثير وجودك معنا اليوم سالم، ونتشكر كل دور له رسالة أديته حضرتك، وبتمنى لك التوفيق بكل خطوة. شكراً لكم، وأنا انبسطت أني كنت معكم اليوم. شكراً لك سالم، وإن شاء الله أكيد دائماً بنكون مع شخصيات جديدة وأدوار جديدة. شكراً لك.